السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، متابعي قناة متعة التعلم مع مستر أحمد. معاكم مستر أحمد علي، معلم لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله معادنا مع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، هنراجع إن شاء الله على كلمات منهج اللغة الإنجليزية الوحدة الـ 12 يونت 12. كنا رجعنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى على كلمات الوحدة العشرة والوحدة الحداشر، اللي ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعهم اسفل الفيديو بتاع النهاردة. النهاردة ان شاء الله معادنا مع مراجعة هامة جدا، مراجعة ان شاء الله متوقعة في الامتحان، بنراجع على اهم كلمات جت في الوحدة الاتناشر، واحنا ان شاء الله مع بعض بنراجع على المنهج جزء جزء، عشان طبعا زي ما انتم عارفين الامتحان قرب. ربنا يوفقكم يا شباب ان شاء الله. واستاذن حضرتك بقى لو اول مره يعني تشاهد القناه، شرفني بالاشتراك، وما تنساش انك تفعل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد، وتشار الفيديو لحبايبك وجيرانك واصحابك وقرايبك عشان الكل يستفيد. ربنا يوفقكم يا شباب وتكونوا من الاوائل. تعالوا مع بعض بقى نبص على الأسئلة الجميلة ونركز مع بعض على الأسئلة الهامة. Number one, houses, hotels and factories are examples of. تاني كده، houses اللي هي المنازل، hotels الفنادق، and factories المصانع are examples of ايه؟ عبارة عن نماذج لإيه يا ترى؟ الحاجات دي عبارة عن ايه؟ أيوة يا مستر، ده عبارة عن مباني. ومباني يعني ايه؟ يعني buildings. أحسنتوا يا شباب. Number two, your at work tells you what to do each day. مين بقى اللي في الشغل يا باشا بيقول لك على الحاجة اللي انت لازم تعملها كل يوم؟ هو مين يا ترى؟ ايوه يا مستر، المدير طبعا، يعني مانجر. احسنت يا ابني. طبعا يا شباب محدش بقى ينسى ان هو يعني يحل معايا دلوقتي، وتركز تشوف الحل بتاعك صح ولا لا. Number three, if you are pleased because something is good. بيقول لك لو انت ايه، لو انت فخور بشيء او فرحان من شيء يبقى you are pleased. خلي بالك كلمة pleased دي معناها happy، يعني معناها سعيد مبسوط. because لان في شيء ايه كويس. طب فخور بيه يعني ايه؟ كلمة فخور يعني ايه؟ ها يعني proud يا مستر، الاجابة الاخيرة. احسنت يا ابني. number four means much more than usual، اكثر من المعتاد على وجه الخصوص. تعرف يعني ايه على وجه الخصوص؟ ايوه يا مستر، الاجابه الثالثه especially. احسنت يا ابني، ممتازين يا شباب. number five working with your hands is called. عايز اقول ايه؟ العمل بايديك، with your hands، ها ده اسمه ايه؟ عمل ايه؟ عمل يدوي يا مستر. طب كلمه يدوي يعني فين يا شباب؟ ايوه يا مستر، الاجابه التالتة اللي هي manual. احسنت يا ابني. number 6 at the airport في المطار they ordered us، هم طلبوا مننا وامرونا to show our ايه، عشان نبين لهم ايه اللي يا ترى في المطار احنا ممكن نظهره، الطعام ولا ideas الافكار ولا passports ولا information. ايوه يا مستر اكيد طبعا يا مستر، اكيد 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 جواز السفر يا مستر، هي جوازات السفر، يبقى الاجابه الثالثه. احسنت يا ابني. number 7 كندا is cold in winter. عايز اقول كندا على وجه الخصوص بتبقى ساقعه جدا في الشتاء، تمام كده، يبقى احنا لسه قايلينها especially. احسنت يا ابني. number 8 workers often have to wear boots and helmets. مين يا جماعه workers اللي هم ايه؟ العمال. العمال الايه اللي بيلبسوا دايما بوتس اللي هو الحذاء برقبه، وهلمتس الخوذه، تمام كده، بيلبسوا خوذ وبيلبسوا كمان حذاء برقبه. هم مين؟ ايوه يا مستر، manual workers اللي هم طبعا ايه؟ العمال اليدويين، manual workers. احسنت يا ابني. number 9 our school is a very old. المدرسه بتاعتنا مبنى قديم. مبنى يعني ايه يا مستر؟ مبنى يعني building. طب يا مستر في سؤال هنا يا مستر، حضرتك ليه ما خدتش الاخيره؟ ما الاخيره برضو معناها مباني. طب يا ابني انا بقول مدرستي او مدرستنا، مش هي مدرسه واحده بس، وعندك كمان ايز. ايوه يا مستر، يبقى بعدها مفرد صح ولا لا؟
تمام يا مستر، بعد منها مفرد يبقى اخد بيلدنج بس. احسنت يا مستر، مية مية، انت يا ابن اللي احسنت، ركز معايا. نمبر 10، there is always the first to arrive in the office. ها مين يا ترى دايما بيوصل اول واحد في المكتب، هو مين؟ ها يا مستر سهل قوي، المانجر اللي هو المدير. شفت يا شباب التركيز مهم والمراجعة مهمة، وانتوا ان شاء الله احسن شباب وربنا يوفقكم تجيبوا الدرجات النهائية. كله يركز يا شباب. خش على اللي بعده. نمبر 11، ميكانيكس نيد ميني تو اندرستاند هاو كارز ورك. ميكانيكس الجماعه الميكانيكيه مالهم يا مستر؟ نيد محتاجين لايه بقى؟ اكيد محتاجين مهارات عشان يفهموا العربيات بتشتغل ازاي. مهارات يعني ايه؟ ايوه يا مستر، سكيلز الاخيره معناها مهارات. احسنت يا ابني، اوعى تقول لي بقى سوكس يعني ايه؟ يعني شرابات، محتاجين شرابات يا راجل يا طيب، وسوفينيرز هديه تذكاريه غلط، وكلمه سكيلز معناها جماجم. مالناش دعوه بالثلاثه دول، انا ليه دعوه بالكلمه الايه؟ الكلمه الأخيرة اللي هي سكيلز معناها إيه؟ مهارات. زي ما أنت كده محتاج مهارات عشان تخش الامتحان تقفل، وإن شاء الله المهارات دي هتلاقيها على قناتك، قناة متعة التعلم. أحسنتوا يا شباب. نمبر 12، the lights needed to be repaired. عايز أقول لك المصابيح والأضواء والنور محتاج إن هو يتصلح. So we called the إيه؟ ندهن على مين؟ مين هيصلح الأنوار يا جماعة والحاجات الكهربائية؟ مين يا ترى؟ أوكي، ولست طبيب العيون؟ لا طبعًا. بايلوت اللي هو الطيار؟ لا طبعا. الكتريشيان اللي هو الراجل الفني بتاع الكهرباء بقى اللي بيصلح لنا حاجه، ولا بلمبر السباك؟ انت قول بقى، النمط عندك بايظه هتجيب مين؟ هتجيب السباك يصلحها يا راجل يا طيب؟ هتجيب مين؟ ايوه يا مستر الكتريشيان. يعني ايه الكتريشيان يا ابني؟ يعني الفني، الراجل الكهرباء اللي بيفهم في الكهرباء. احسنت يا ابني. نمبر 13، students الطلاب، مالهم يا مستر الطلاب؟ in education don't go to technical schools. الطلاب اللي هم بيبقوا فين؟ في التعليم العام، ما بيذهبوش الى مدارس فنيه، صح كده؟ التعليم العام اللي هو ايه؟ جنرال. احسنت يا ابني، جنرال ايه بقى؟ جنرال education. ايوه كده يا شباب، جنرال education معناها ايه؟ معناها ها؟ هقول ولا انت تقول؟ ما احنا لسه قايلين اللي هو التعليم الايه؟ التعليم العام. احسنت يا ابني، يبقى الاجابه الايه؟ الاجابه الاولى. نمبر 14، is very important because it gives us most of the food we eat. ها again، كمان مره، كمان مره يا شباب ان شاء الله مع بعض، وشد حيلك. بيقول لك الحاجه دي مهمه جدا لان هي بتدينا الاكل اللي احنا بناكله، تمام كده؟ الطعام اللي احنا بناكله يبقى بنحصل عليه من ايه بقى؟ اكيد طبعا من الزراعه اللي هي فارمنج. when my brother from university، when طبعا دي when المفترض تبقى when، عندما يعني my brother اخويا from university يتخرج من الجامعه، he wants to travel abroad، هيسافر ان شاء الله للخارج. يتخرج يعني ايه؟ ايوه يا مستر يعني graduates. احسنت يا ابني، خش على اللي بعده. means producing and making products. ها معناها الانتاج، ومعناها ايه تاني؟ معناها ميكنج برودكتس اللي هي صنع المنتجات، اللي هي ايه؟ الصناعه يا مستر، اللي هي اندستري. احسنت يا ابني، خش على اللي بعده. اتاكيت وركس اون ا باس ستيشن. مين بقى بيشتغل في محطه الاتوبيس؟ مين بقى يا جماعه؟ الديزاينر ولا انسبكتور ولا بير ولا دينتست؟ ايوه يا مستر، تيكت انسبكتور اللي هو راجل مفتش التذاكر. احسنت يا ابني، ممتازين يا شباب. وask that to bring some water. ها بنطلب من ايه واحنا قاعدين في المطعم؟ بنطلب من مين بقى يجيب لنا الميه؟ ايوه يا مستر، يعني ويتر اللي هو الجرسون. احسنت يا ابني، وفي اللغه العربيه بيقولوا عليه نادل. احسنت يا ابني. 19، ذا مانجر المدير، ماله يا مستر؟ تولد ذا نقط تو سويب ذا فلور. بيطلب من مين يكنس الارضيه؟ مين يا ترى هيكنس الارضيه يا جماعه؟ الراجل المحترم كلينر. كلينر اللي هو النظاف اللي بينظف، او المنظف، صح كده؟ اللي هو عامل النظافه، تمام يا شباب. نمبر 20، add checks that you have paid when you go on a bus or train. ها
checks that اللي هو يعني دايما هتلاقيه في الباص او في الترين بيعمل ايه؟ بيعمل تشيك وبيراجع على التذاكر والكلام ده كله، بيتاكد ان انت رفعت فلوس. هو مين ده؟ اه يا مستر ده احنا لسه قايلينها، اللي هو تيكت انسبكتور تشيكس، بيعمل مراجعه كده ذات يو هاف بيد، ان انت دفعت لما بتيجي تركب ايه؟ لما بتيجي تركب اتوبيس او ايه؟ او قطار. احسنتوا يا شباب. خش على اللي بعده. 21 washes floors and tidies rooms. مين يا ترى اللي بيغسل الارضيات وبينظف او بينظم الايه الحجرات؟ هو مين؟ ايوه مستر كلينر لسه قايلينها. احسنت يا ابني. You ask for when a car or machine breaks down. لما العربيه بتاعتك ها او الاله بتاعتك بريكس داون. تعرف بريكس داون يعني ايه يا مستر؟ بريك يعني يكسر. يا ابني بقول لك بريكس داون على بعض يعني ايه؟ ايوه يا مستر معناها تتعطل. يبقى لما العربيه او الاله او المكنه بتتعطل بنطلب مين يا جماعه لما السياره بتتعطل؟ ايوه يا مستر بنطلب على طول الميكانيك اللي هو الميكانيكي. 23 is an important person in a bank shop sports team. ها مين هو بقى شخص مهم جدا في البنك او في المحل او كمان في الفريق الرياضي؟ هو مين يا ترى يا جماعه؟ ها اللي يبقى مهم جدا في البنك وفي المحل؟ ها يبقى مانجر، اللي هو ايه؟ اللي هو المدير. احسنت يا ابني، اللي هو بيدير المكان ده، مهم جدا. تمام. 24 repaired the lights in my office. مين بيصلح يا جماعه اللمبه؟ احنا لسه قايلين لما النور يبوظ ولا اللمبه تتعطل ولا تتحرق مين بيغيرها ولا تحصل لا قدر الله قفله في الكهرباء؟ بنطلب من مين يجي؟ ايوه يا مستر الكتريشيان، الراجل الايه؟ الراجل الكهرباء كهربائي. تمام كده يا شباب احسنتوا. خش على اللي بعده. 25 A good teacher always his pupils to do their best. عايز اقول بقى المدرس الكويس دايما بيشجع الطلاب، بيشجع الطلاب ان هم ايه؟ يؤدوا افضل ويعملوا احسن. طب يا ترى يؤدي افضل يعني ايه؟ يشجع يعني ايه؟ مين عارف يا شباب؟ ايوه كده، انا سامع يعني ناس بتقول او يعني ناس بتتكلم واكيد ناس حلتها طبعا، يعني معنى الكلام encourage. صح كده يا شباب encourage، صح كده. بمعنى ايه encourages؟ بمعنى ان هو يشجع encourages. احسنت يا ابني. خش على اللي بعده. after finishing school at 15 some students choose general education. بعد ما بتخلص المدرسه اكيد الايه وانت عندك 15 سنه بتخش بقى على الثانوي العام او يعني بتختار التعليم العام، يبقى بتخلص ايه وانت عندك 15 سنه؟ ايوه يا مستر طبعا التعليم اللي هو الايه؟ الاعدادي اللي هو preparatory. احسنت يا ابني. الاجابه الثالثه. خش على السؤال 27 students الطلاب at technical schools في المدارس الفنيه learn new بيتعلموا ايه؟ ايوه يا مستر بيتعلموا مهارات، يبقى skills احنا لسه قايلينها. احسنت يا ابني. 28 Egypt dual education. عايز اقول نظام التعليم المزدوج المصري ماله يا مستر؟ is very important مهم جدا، يبقى ايه؟ يبقى سيستم. احسنت يا ابني. خش على السؤال قبل الاخير. life would be الحياه سوف تكون without electricians nurses mechanics and farmers. هتكون ايه؟ هتكون impossible يا مستر، يعني مستحيله من غير ايه؟ من غير بقى الفنيين ولا الممرضات ولا الميكانيكية ولا المزارعين، الحياة تبقى صعبة، تبقى مستحيلة، يبقى impossible. أحسنت يا ابني. السؤال الأخير at the train station some people بعض الناس مالهم يا مستر ذا رونج ترين؟ في بعض طبعا يعني في المحطات او في محطة القطار ممكن بعض الناس ياخدوا القطار الايه؟ الخطأ، يبقى تيك. تمام كده take the wrong train. احسنت يا شباب. 30 سؤال ب 30 كلمه مهمين جدا، رجعنا على اهم كلمات موجوده في الوحده عندنا. نشد حيلنا يا شباب، نذاكر اكتر، نراجع اكتر، وربنا يوفقكم. ابتدي مراجعه من بدري وشغل الفيديو عشان غيرك يستفيد، وربنا يوفقكم ان شاء الله. كان معكم مستر احمد علي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وحلقه جديده ومراجعه جديده. احسن شباب ثالثه اعدادي، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله وتنولوا اللي تتمنوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.